الحكايه ان انا اول حاجه كتبتها في حياتي كنت في رابعه ابتدائي واترفدت. وهل الكتابه طبعا يعني انا عايز اقول كل حاجه انا نجم فنان فايه يعني ايه اللي يمنع ولا هو ليه مبرر وانا عارف ان طبعا مبرر سؤال حضرتك عشان ده طبعا ده ولا بشكر حضرتك على ان حضرتك دوريت الامر ده لانه يعني انا عارف منقدر جدا انه احيانا بياخد شويه حساسيات بس كويس ان هو يعني حتى ما قريت ما لقيتش الحمد لله وبشكر حضرتك جدا وبشكركم جدا جدا ان انتوا جيتوا الناس اللي بتجيلي في البطل وفي اي مكان دي على دماغي من فوق اتعودت على ده من ايام المسرح. هقول لكم باختصار تسمح حضرتك اطول ده في حته اتكلم كده الاول؟ لا خد راحتك خالص. احكي لكم الحكايه في الاول عشان تبقوا فاهمين انتوا بالظبط يعني انا داخل حياتكم من انهي زاويه وليه؟ يعني عايز ايه؟ بس بالنسبه لموضوع البطل ده انا فضل عندي 500 متفرج مشاهد متابع ملاصق ليا مثلا عدد من السنين فاعتبروا ان دول اهم ناس في حياتي. كانوا بيقولوا لي بس انا صغيره جدا هرجع ورا بيقول لي مركز الشباب حطيت اماكن جنبك خلاص خلي تعرفوا وسطهم وبيقولوا لبعض بيجوا في المطر لدرجه ان انا كنت بمسك الفرقه في فرقتي انا اللي هي كانت فرقه هايله 15 سنه فيها كل حاجه الا الفلوس ما كانش عندنا صندوق فيه فلوس بس كان عندنا مع ذلك جلسات للتحقيق وبنخصم وبتخصم ايه بخصم مشاهد عندي 15 سنه انا اسف بالطريقه دي كانت فرقه منضبطه جدا فرقه وحيده في مصر كانت بتشتغل الساعه 10 الصبح مش 10 بالليل وتبدا وبتاع الحكايه ان انا اول حاجه كتبتها في حياتي كنت في رابعه ابتدائي واترفدت عشان هو كان نص بالنسبه لهم يعني ازاي تكتب حاجه كده خارجه اللي حصل ان كان في عندنا في الوقت ده فيلم لايزا مينيلي طبعا كان عندي انا في رابعه يعني كان عندي 7 سنين مثلا يعني كنا سنه 70 فيلم لايزا مينيلي كان عمله كبير قوي كده كباري اسمه كده انا كتبت الموضوع ده في كتاب تاني ليا نشر قبل كده زمان وكان ليا الشرف انه عمل تقديم لي او تعليق بيه الدكتور الله يرحمه الدكتور يوسف اسمه يومان خلود موجود على فكره موجود الفكره ان هو اول حاجه لفتت نظري الموضوع الكباري ده وبعدين لان انا كنت طفل شقي جدا فكنت بنط انا وواحد صديقي في شطار تاني كنا بننط من السور عشان نروح سينمات درجه ثالثه ودرجه رابعه ودرجه 10 نتفرج على الحاجات الممنوعه. دي التجارب كانت مهمه قوي كنا سجن ورانا وبتاع بس احنا كنا رياضيين وبنعرف ننط كويس جدا وشاطرين جدا فشفت كباريه ده فسالت ايه يا جماعه كباريه؟ فكان طبعا شان العالم لسه برضه يعني اكيد ما كناش بنضربه زي ما كنتوا بتضربوا ولادكم دلوقتي. على لو انت ما تعرفش تعدد معاه واللي بيعدد معاه دلوقتي طبعا مجنون لانه يعني هيعرف كل حاجه ويعرف الحقيقه اكتر منك. فكانت الحياه ساعتها بتيجي عند ليميت معين ويقول لك ستوب ما تفكرش اكتر من كده وما تسالش اكتر من كده. الدين طبعا يا خلاص قصه دينيه فهمتها ما فهمتهاش برضه فهمتها ما فهمتهاش برضه. فتبدا تسال اسئله طبعا وانا امي كانت تقول لي انت اسمك الطفل في التربيه بيسموه برضه التربيه الطفل لماذا؟ كان يقول لك كذا فتقول له ليه؟ فيقول لك ليه؟ طب ليه؟ طب ربنا خلق طب ليه؟ طب كده فيقول لك بعد درجه بس يا بابا خلاص كده انتهى مش في البيت ليه؟ مش عايزين نتكلم معاك تاني.